فيه لعبة فيه طبخة وما نقبلهاش وما نمشيش معاها، فيه طبخة لنسيان أو تناسي أن فيه شعب يسموه شعب فلسطيني وممكن يقوم بدولة تاعه. بغين يمحوا كل شيء، فلسطين لازم ترجع دولة، والتنازلات اللي أعطوها فيها كفاية، وضعوا السلاح، فاتوا على أصله، فاتوا على كومب ديفيد قبل أصله، أن الأوان باش يديروا دولتهم. قضية الصحراء ما هي متوجهة، احنا الشعب الصحراوي لازم الاستفتاء ليديه لاستقلاله ولا يقرر قرار اخر، وكان الشعب الصحراوي اللي يقرر، ما كانش اللي يقرر في بلاصته. شعوبها كان شبان اليوم راه في عمرهم 45 سنه، زادوا في المخيمات 44 سنه هو عايش في مخيم، يعني خلق خلاص فقد كل امل، باغي ينتفض، باغي يفوت العنف. احنا ما نقبلوا ليهمش العنف، ولكن لازم الامم المتحده تقوم بالدور تاعها. لازم فيه شعب اللي مصير تاعو مازال على طاوله الامم المتحده، لجنه تصفيه الاستعمار، سرعوا لنا بدا تصفيه الاستعمار. ده الشعب الصحراوي ما تخلاش عليه أبداً.